بسم الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر سبحانه وتعالى. ربنا خذنا إلى طريق الإيمان، وزدنا من الإحسان على أساس الإسلام يا حنان يا منان. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوانه. نتناول حديث آخر لنبينا وقائدنا الأعظم عليه الصلاة والسلام. يقول من جملة ما يقول: سبق المفردون، وهذا رواه أحمد كذلك، ابن حنبل رضي الله عنه، والترمذي رضي الله عنه. يقول: سبق المفردون، سبق في القيمة وفي الأجر وفي الفوز. قيل، أي بعض الصحابة رضي الله عنهم حاضرين عندئذ: وما المفردون يا رسول الله؟ شكون هو هذا؟ الشيء جاوب النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم من فضل الرحمن: المستهترون بذكر الله. ما لا المولعون، ما هم مولعين أنتم بالدنيا، ألا المستهترون مولعون بذكر الله من عروش قلوبهم، يقولوا من شغاف قلوبهم. هذا عندكم يا من تدعون الإيمان يا سفهاء يا كلاب هذا الزمان. يقول: ألاش قلنا كلاب؟ يا المنافقين وأشر المنافقين، لأنه حتى النفس ما تستسلمش من النفاق، يخدعون أنفسهم كما يخدعون الذين يعاشرونهم والذين لهم علاقة سوء أدبية بهم في الماضي ولا في المستقبل. على كل حال، مسألة معقدة. المفيد حسنا بالحديث. أشيقول قال: المستهترون بذكر الله. هذا بماذا سيرجى من خيرات وثمرات طيبة؟ يضع الذكر عنهم أثقالهم. أنتم مثقلون بالنفاق وبالإجرام وبالكذب والبهتان والظلم والظلام، وبعد ترمينا احنا بالظلاميين. احلم ودوحي مباركة، انت النوراني وانت المدير وانت وانت. لكن بالحقيقة كي نجيو للصحيح وننظر بالضبط وقعكم وقعنا، نلقاكم أخذل الناس للقرآن وأكبر عداوة للإسلام. سيخذلكم ربي إن لم ترجعوا إلى الرحمن، وسنرى فيكم يوما فيه من الشر العظيم يصيبكم، ويكونك اليوم ذاك يوم نحس لكم، وربما ما عاش تخرجوا من قبضة النحس لا في دنياكم ولا في أثناء الحياة البرزخية ولا في الآخرة. نسأل الله السلامة، والسلام على من سعى إلى السلامة.